من مظلومية الإمام العسكري عليه السلام. كان الإمام الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا عليه السلام لم يرى ولم يسمع بمثله في سر من رأى في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشم، وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر، وكذلك القواد والوزراء والكتاب وعوام الناس. وقد حظي الإمام العسكري عليه السلام مع حداثة سنه بمكانة علمية مرموقة وخلق رفيع ونقاء سريرة، مما فرض على السلطة العباسية أن تتعامل معه ظاهراً باحترام وتبجيل. من هنا طالبته السلطة بالمثول لديها في دار الخلافة بسر من رأى في كل اثنين وخميس، وإن حاولت السلطة وضع ذلك في دائرة احترام الإمام وتبجيله إلا أن واقع الأمر يحكي خلاف ذلك. ولا ريب أن فرض الإقامة الجبرية عليه في سامراء كان بسبب شبكة الوكلاء والأتباع من الشيعة التي كانت تقلق الخليفة العباسي وتشعره بالخشية من التفاف الموالين للإمام عليه السلام حوله. ولشدة الرقابة ومدى الخطر الذي كان يحيط بالمقربين من الإمام، قال عليه السلام: ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ أحدكم فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. ومن هنا كانت الشيعة تواجه مشكلة في الاتصال بالإمام عليه السلام، حتى أن البعض منهم كان يستغل بعض المناسبات والفرص لمشاهدته. فقد جاء في الرواية عن بعض شيعة الإمام أنه قال: خرج السلطان إلى صاحب البصرة فخرجنا نريد النظر إلى أبي محمد عليه السلام، فنظرنا إليه ماضيا معه، وقد قعدنا بين الحائطين بسر من رأى ننتظر رجوعه. كل هذا الضغط كان للتمكن من السيطرة على حركة الإمام، وفوق ذلك كله تعرض للاعتقال والمعاملة القاسية ومحاولات للنفي والقتل من المعتز العباسي والمهتدي العباسي، حيث لاقوا حتفهم ما إن هموا بقتل الإمام عليه السلام. أما المعتمد العباسي كان ينقل الإمام العسكري من سجن إلى سجن، حتى نقل الإمام عليه السلام إلى سجن علي بن أوتاش، وكان شديدا على آل أبي طالب، ولكن الإمام عليه السلام وعظه وحذره غضب الجبار. فما مضى يوما على وجود الإمام عليه السلام عنده حتى وضع خده لأبي محمد عليه السلام، وكان لا يرفع بصره إجلالا وإعظاما له. وخرج الإمام عليه السلام من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولا فيه. ثم سلموا الإمام عليه السلام إلى شخص آخر شديد العداوة لآل محمد سلام الله عليهم، اسمه نحرير، وكان يضيق على الإمام عليه السلام ويؤذيه. فقالت له امرأته: ويلك، اتق الله، فإنك لا تدري من في منزلك، وإني أخاف عليك منه. وذكرت له صلاحه وعبادته، فاشتد عداوة وقال: والله لأرمينه بين السباع والأسود. ثم استأذن في ذلك الخليفة فأذن له، فرمى الإمام عليه السلام بين السباع والأسود ولم يشك في أكلها إياه، فنظر إلى الموضع ليعرف الحال، فوجد الإمام عليه السلام قائما يصلي والسباع حوله تلوذ به، ولم يزل 3 أيام بين الأسود وهو يصلي، فأخرجه بعد ذلك إلى سجن آخر، فما زال ينقل من سجن إلى آخر.